هذه لحظة الوصول 7:41 8 الجزاء الثاني أو 7:43 وفاء وكمالا وتماما تهانينا والناموس لكل. أما المركز الثالث الشاهينية وصلت على المركز الثالث الحمودة بن غانم بن حمودة الظاهري بتوقيت زمني 7:46 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا في كل مكان نحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاقة المسائية بهذه المنافسة القوية والمبدعة مع هذه الشعارات المشاركة بهذا الشوط بهذا الحدث الهام بثالث أيام المهرجان مهرجان المرموم. انطلاقتنا من 5 كيلومترات وبهذه التحديات مع المنافسة للأخوة المشاركين بهذا الشوط ومقدمة الشوط المركز الأول هناك الطيارة لحمد بن سالم الاجتبي مع مقدمة الشوط متصدرة المركز الأول، بينما نرى المركز الثاني هناك اللي وصلت مع المركز الثاني مياس الأحمد بن علي بن محمد بنواس الاجتبي مع ثاني المراكز، والمركز الثالث ظن للسيد بطي بن سعيد الزعبي هي من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع هناك من يصلنا نشبه لمحمد بن علي بن خليفة الرميثي، ولكن يصل التغيير على المركز الرابع هناك. يا سلام يا سلام اللي وصلت مشغلة للسيد سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، ولكن يصل التسلل هناك أيضا من وصلنا بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة القوية مع هذا الشعار تصل بهذه الانطلاقة نشرة لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري مع المركز الرابع والمركز الخامس أرصاد السيد خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي مع 5 المراكز. المركز السادس هناك اللي وصلتنا أيضا هناك شعلة شعلة لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، وسابعا يصلنا أيضا شقرة لسعيد بن عبد الله بن كردوس العامري. المركز الثامن يصلنا أيضا نوف لراشد بن جعفر بن مرخان لاجتبي. المركز التاسع هناك اللي وصلت أيضا الزود لعبد الله بن محمد بن محيروب المحرمي، عاشنا من يصلنا أيضا بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة القوية وللإخوة المشاركين. تصل هناك العنود للسيد حمد بن صالح المري. هذه نتيجتنا يا الإخوة العشر المراكز الأولى. ندائنا الأول ونعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. هناك المقدمة والصدارة عند الطيارة. الطيارة طارت طارت الطيارة مع المركز الأول للسيد حمد بن سالم الاجتبي يقود هذه المسيرة يقود هذه الشعارات. وللمشاركين بهذه الرياضة رياضة الهجن العربية الأصيلة رياضة الآباء والأجداد، ولكن لا زالت الطيارة محافظة على المركز الأول المنطلقة بصدارة الشوط. لا زالت تسيطر على المركز الأول لحمد بن سالم بن سليم الاجتبي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني تصل ظن لبطي بن سعيد الزعبي مع المركز الثاني عينها على مقدمة الشوط، ولكن من يليها مباشرة مع المركز الثالث نوف لراشد بن جعفر بن مرخان الاجتبي من يصل إلى المركز الثالث. وهناك الرابع يصل الله الله أرصاد لخلفان بن محمد بن خلفان الهاملي مع المركز الرابع والمركز الخامس. تصلنا هناك أيضا نشرة لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري مع المركز الخامس. الله الزود الزود واصلة واصلة بكل قوة وبكل جدارة لعبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي مع هذه المنافسة وهذه الانطلاقة الديبة. تصل أيضا لعلي بن محمد بن ناصر بن الشنجة الأيصل في هذه الانطلاقة مع انطلاقة الديبة، ولكن أعود
أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، أعود مع الانطلاقة. الطيارة مع مقدمة الشوط لا زالت محافظة على المركز الأول بهذا التألق الجميل والمتميز لحمد بن سالم الاشتبي مع مقدمة هذا الشوط، ظن مع المركز الثاني لبطل بن سعيد الزعبي مع المركز الثاني. وبهذه التحديات المثيرة، الله 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 الله، هناك مشاهدنا الكرام من يصلنا أيضا، هناك أرصاد لخلفان بن محمد بن خلفان أيضا الهاملي، ولكن أيضا من يصلنا مشاهدنا الكرام الذيب العلي بن محمد بن الشنجل يصل أيضا مع رابع المراكز، تسللت الزود مع المركز الخامس بهذا الأداء الجميل والمتميز لعبد الله بن محمد بن حيروم العامري المحرمي. الله 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 الله، لكن بعود أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، ولا زالت لا زالت الطيارة، لا زالت الطيارة مع المركز الأول، ولكن هناك ظن مشاهدين الكرام غيرت ظن، ولكن البرنس يصل بهذه اللحظات الضيوف العانين للمشاركة بهذا التألق الكبسول مع المركز الثالث، والسيد صالح بن محمد بن طالب بن عقيل يصل مع المركز الثالث، أول نداء للكبسولة بهذا التألق، ولكن بعود مع ظن مع المقدمة للسيد بطي بن سعيد الزعب، لكن الكبسولة الله يا سلام، انطلقت الكبسولة مشاهدينا متابعينا في كل مكان بهذا الانطلاق الجميل المسائي للسيد صالح بن محمد بن عقيل، من يتسلل إلى المركز الأول الضيف العاني من دولة قطر الشقيقة. مرحبا بالأشقاء، وبالفعل هذه انطلاقة الكبسولة إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس بهذا الشوط، لحظات وصولها إلى خط النهاية، انطلاقتها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام بفوز الكبسولة في المركز الأول لصالح بن محمد بن عقيل المري المركز الثاني، ظن لي بطي بن سعيد الزعبي المركز الثالث، أرصاد لخلفان بن محمد بن خلفان الهام المركز الرابع، نوف للسيد راشد بن جعفر بن مرخان المركز الخامس، من وصلنا أيضا منصور لسالم بن راشد بن غدير. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تهانينا وألف مبروك للسيد صالح بن محمد بن طالب بن عقيل على فوز الكبسولة في المركز الأول وحصولها على هذا الشوط بالتألق الجميل، وفاجأت جميع المشاركين باللحظات الأخيرة من حققت هذا الإنجاز الرائع والمتميز. قطعت المسافة بسبع دقائق 44 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا للسيد صالح بن محمد بن عقيل على فوز الكبسولة في المركز الأول، تهانينا وألف مبروك. ومن جاء في المركز الثاني ظن للسيد بطي بن سعيد الزعبي، قطعت المسافة 5 كيلومترات. كان بالمركز الثاني أيضا أظن لبطي بن سعيد الزعبي من حصل على المركز الثاني بهذا التألق المتميز. وفي المركز الثالث من يصلنا أيضا في هذه الانطلاق أرصاد لخلفان بن محمد بن خلفان الهاملي، من حصلت على ثالث المراكز بهذا الشوط. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح بهذه الفعاليات، تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة.